يعبر أهالي قرية الصالحية عن سعادتهم الغامرة بالتوجيهات السامية الصادرة عن حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لوزارة الأسكان بإنشاء مشروع إسكاني لأهالي القرية يضم 35 وحدة سكنية. كان ذلك إبان زيارة سموه الميمون للقرية في شهر مارس من العام 2018، وفي شهر أبريل من العام ذاته زار وزيري الأشغال والإسكان القرية لمتابعة احتياجات الأهالي، لأن الأهالي اليوم يتساءلون هل تجمد المشروع الإسكاني ولماذا لا توجد حتى الآن إشارة واضحة أو تحرك يشير إلى أن هناك بارقة أمل في تنفيذ المشروع. سنتين مضت وزيارة ما سوينا شيء، وكل ما جاء الحوض الزيد والمكانات مال البيوت سكن عمال الزيد، هو دي محل ديرة حق السكنية أو صناعية، ما احنا دعنا يبيعون رمل، يبيعون كنكري، يبيعون اسميت، يبيعون جسم دبان، يبيعون علف، استورات متروسة على المكان، هاي ما صارت. نبغي يسوون لنا يعني لازم يرجعون ينظرون في الحال، ما يصير انا ولا واجد. وقالوا هني ان شاء الله وهني ان شاء الله، وعندنا شباب ما عندهم مكان، ما عندهم شيء، وعندنا بيوت هاي للسقوط، وكله وعدونا واحنا نترجى منهم من جلاله الملك وسمو رئيس الوزراء ولي العهد ينظر الى هذا الشباب اللي ما عندهم مكان، والديره كلها مهموله، لا فيها دكان، لا فيها شيء، لا فيها اي شيء، يعني من ابسط القواعد دي ما فيها، ما عندنا شيء. وهم وعدونا وجو المهندس وقالوا لنا بيسوون كل شيء لنا، واحنا نترجى من جلاله الملك ينظر لنا. الله يجزيهم خير ان شاء الله، وامن حاله في الحكومه، وامن ان شاء الله في الامير في الملك واولاده ورئيس الوزراء ان شاء الله بالخير. صار لها من سنتين تقريبا او ثلاث الى حد الحين ولا في اي تحرك على موضوع المشروع الاسكاني في الصالحيه. احنا لو بس هي عدد الوحده تقريبا يمكن 35 وحده، هذه راح بتغطي يمكن لحد 2007 بتغطي طلباتنا، فليش ما يستعجلون فيها؟ وش المشكله اللي عندهم؟ لحد الحين ما احنا قادرين نوصل الى اي حد في الاسكان نتواصل وياه، فنرجو ان يسوون لنا حلقه وصل نقدر نتواصل مع الجهات الإسكانية ونحل هذا الإشكال. المحافظ محافظة العاصمة ما يقصرون يتابعون في هذا الموضوع، بس بعد يعني ما حصلنا ذاك الصدى القوي في هذا الشأن. قد تتحول هذه الأرض إلى موقع للمشروع الحلم، فممثل لجنة الإسكان بالقرية حسن الإسكافي يشير إلى أن المطلب الرئيسي الآن هو إدراج مشروع الصالحية الإسكاني ضمن خطة الوزارة، لا سيما في ظل عدم التجاوب مع مناشدة الأهالي والتسريع في تغطية الطلبات القديمة لإنهاء معاناة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار.